نحييكم تحية الثقافة والأدب والفن والجمال في وطن حلمه الإبداع المتجدد وزاده المعرفة والعلم والكلمة واللوحة والمسرح والشعر. أهلا بكم في مجلة الرشيد مع كل جميل وجديد في الحياة. للقصائد المغناة في الذاكرة العربية أرشيف كبير يجمع مئات الأغاني الجميلة وأحلى الأصوات في الغناء العراقي والعربي، فهناك قصائد نرددها دائما لأنها تذكرنا بأيام لها طعم خاص في حياتنا. ومن هذه الأغاني قصيدة أغدا ألقاك، هي قصيدة الشاعر السوداني الهادي آدم، لحنها محمد عبد الوهاب وغنتها أم كلثوم عام 1971. تم اختيارها لكم في قصائد مغنات لنتابع. أغدا ألقاك هي قصيدة الشاعر السوداني الهادي آدم، لحنها محمد عبد الوهاب وغنتها أم كلثوم عام 1971. هذه الأغنية هي الأغنية الوحيدة التي ألفها المؤلف السوداني الكبير الهادي آدم لأم كلثوم، وأبدع محمد عبد الوهاب في تلحينها. غنتها أم كلثوم على دار الأوبرا في القاهرة عام 1971. وقصة هذه القصيدة: عند زيارة كوكب الشرق أم كلثوم إلى السودان للخرطوم نهاية الستينات، وبعد الاستقبال الكبير لها، قررت أن تغني قصيدة لأحد شعرائها، فوقع اختيارها على قصيدة الغد التي حولت اسمها إلى أغدا ألقاك لهادي آدم، وغنتها عام 1971 بدار الأوبرا المصرية ليسمعها الجمهور العربي من الخليج إلى المحيط ليصدح صوت سيدة الغناء. أغدا ألقاك يا خوف فؤادي من غدي، يا لشوقي واحتراقي في انتظار الموعد، آه كم أخشى غدي هذا وأرجوه اقترابا، كنت أستدنيه لكن هبته لما أهابا، وأهلت فرحة القرب به حين استجابا، هكذا احتمل العمر نعيما وعذابا، مهجة حرة وقلبا مسه الشوق فذابا، أغدا ألقاك. وكانت سعادة الهادي آدم كبيرة بهذا العمل، إلا أن شهرة الأغنية طغت على شهرة الشاعر ودواوينه، ولم يعد يذكر إلا من خلال الأغنية، فوصل به الحال إلى أن لا يذكرها في لقاءاته الأدبية لشعوره أنها بلعت صدى شعره ودواوينه العزيزة على قلبه. ولكنه عندما نشر ديوان كوخ الأشواق الذي صدر بالقاهرة وضع قصيدته الشهيرة فيه، وتناسى أن كل الشعراء كانوا يحلمون بأن تغني قصائدهم سيدة الغناء العربي أم كلثوم، ويلحنها الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب في القصيدة لوعة حبيب ومناجاة ووصف عاشق متيم. أنت يا جنة حبي واشتياقي وجنوني، أنت يا قبلة روحي وانطلاقي وشجوني، أغدا تشرق أضواؤك في ليل عيوني، آه من فرحة أحلامي ومن خوف ظنوني. ويعبر الشاعر المتيم عن شجونه برسم صورة شعرية يجسد فيها غرام حبيب، وهو ينادي بلسان المرأة العاشقة وصوت الحبيبة: كم أناديك وفي لحني حنين ودعاء، يا رجائي
أنا كم عذبني طول الرجاء. أنا لولا أنت، أنت لم أحفل بمن راح وجاء. أنا أحيا بغدي، بغدي الآن بأحلام اللقاء. فأتي أو لا تأتي، أو فافعل بقلبي ما تشاء. هكذا أحتمل العمر نعيما وعذابا، مهجة حرة وقلبا مسه الشوق فذابا. أغدا ألقاك؟ إنها واحدة من أجمل القصائد المغنات في الشعر العربي، وقد جعلها اللحن الرائع والصوت الساحر قصيدة خالدة تطرب لها الأجيال وتهوى أفئدة العاشقين. لنستمع لها. احتفى ملتقى الإذاعيين والتلفزيونيين في الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق بالإعلامي شاكر حامد، وأقام حفلا تكريميا له استعرض المحتفى به محطات من مسيرة عمله في تلفزيون العراق وفضائيات عربية وأجنبية. وتخلل الحفل مداخلات عدد من الإعلاميين والمختصين، كما جرى تكريم الزميل شاكر حامد تقديرا لجهوده ومسيرته. لنتابع. احتفى ملتقى الإذاعيين والتلفزيونيين في الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق بالإعلامي المتمرس شاكر حامد في احتفالية خاصة حضرها عدد من زملائه وجمهور من أهل الإذاعة والتلفزيون. كان حاضرا في الحفل الدكتور فاضل خليل، كان رئيسا لقسم التمثيليات في إذاعة بغداد. فنادى قال من أنت؟ قلت أنا أستاذ طالب صف ثاني. قال لي أنت باشر تجي للإذاعة، تلقى اسمك بالاستعلامات. استعرض الزميل شاكر حامد محطات من مسيرته الإعلامية منذ نشأته الأولى في ثمانينيات القرن الماضي ومراحل دراسته وتطور عمله، وبمن تأثر وبمن استفاد من أساتذة الجيل السابق، وصفحات من عمله مراسلا أو مخرجا في فضائيات عراقية وعربية وأجنبية في نقل الصورة والخبر ووقائع الأحداث. كونك تعمل في التلفزة العراقية لتتعامل مع الإنتاج الجديد والمفهوم والرؤية الجديدة لمعالجة الخبر في قناة عربية إخبارية، يعني مستقلة ليست لها علاقة بالحكومة. عادة دائما الخبر له عناصر يجب أن تتعامل أول شيء مع الحدث. الاحتفاء شاكر حامد والاحتفاء بواحد من أهم الإعلاميين العراقيين الذي استطاع بفترة زمنية وجيزة أن يحرق المسافات ويتنقل من إدارة غير معلنة تلفزيون العراق إلى قناة الجزيرة ليبرز مع هذه القناة ويكون من المراسلين البارزين. بعدها ارتقى سلم العمل الإعلامي فأصبح مديرا لقناة أبو ظبي. بعدها وفي آخر الخطوات المهمة هو ارتقائه في مجال العمل إلى محطة البي بي سي، هذه المحطة العريقة. شاكر حامد اسم جدير بالتوقف
وتجربة جديرة بالقراءة والتمعن فيها. اللي يعرف الأخ شاكر حامد ويجلس معاه عن قرب يعرف عنا بساطته ودماثة أخلاقه، يعرف إنسانيته وثقافته. أسهم عدد من الحاضرين بمداخلات وتقديم شهادات عن تجربة شاكر حامد ومسيرته وخبرته المهنية، كما تم تكريمه بدرع وشهادة تقديرية ومحبات زملائه العاملين في الإذاعة والتلفزيون. أعلام العراق شخصيات علمية وفنية وأدبية وفكرية لها إنجازها المتميز في تاريخ العراق الحديث، وتركت بصمة واضحة في الحياة الثقافية. ومن هذه الشخصيات الفنان الموسيقار منير بشير. ولد في مدينة الموصل مدينة الأدب والطرب عام 1928 من أسرة فنية، فوالده السيد بشير عزيز من صناع وعازفي العود المعروفين في مدينة الموصل، وشقيقه الذي يكبره فنا وسنا عازف العود والكمان الأستاذ جميل بشير الذي أحاطه ووالده بالرعاية والعناية الفنية، فمهد له كل شيء له صلة بالموسيقى، مما دفع أسرته إلى الاستيطان في بغداد ليكمل نبوغه على يد الموسيقار الكبير الشريف محي الدين حيدر، فقد أخذ عنه التقنيات العالية في العزف والذوق السليم والريشة التي تسحر عند مسها الأوتار على هذه الآلة العراقية الأصل والأكدية الصنعة والبابلية السحر في صوتها وأنغامها. عين منير بشير مدرسا للعود في معهد الفنون الجميلة بعد تخرجه على يد أستاذه الشريف محي الدين حيدر بدرجة امتياز. كان منير بشير طموحا لا بالعزف بحسب، بل تعدى ذلك إلى مناح أخرى، فترأس فرقة الإذاعة ثم فرقة التلفزيون الموسيقية، واختار للفرقة الموسيقية في التلفزيون اللباس الخاص به. عمل فرقة للفنون الشعبية وشارك بالاحتفال في يوم الشبيبة الديمقراطية في فيينا العام 1959. تسنم موقع رئيس قسم الموسيقى في دائرة الإذاعة والتلفزيون، ودرس علوم الموسيقى المقارنة في هنغاريا عام 1962 وحصل على درجة الدكتوراه، كما مارس التدريس في معهد الدراسات الموسيقية وأسس له معهدا خاصا باسم المعهد الأهلي للموسيقى، وصار رئيسا لجمعية الموسيقيين العراقيين. سافر إلى العديد من دول العالم وقدم العديد من الحفلات والعروض التي نالت إعجاب الغرب والشرق، وحصل على جوائز وميداليات وشهادات تقديرية عديدة. ولا ننسى أن الأستاذ منير بشير تمكن من بلوغ طموحه في إنشاء منصب مستشار موسيقى في وزارة الثقافة في العراق، وعين مستشارا لها ثم مديرا عاما للفنون الموسيقية، والتي ولدت فرقة البيارق، ثم أوجدت مهرجان بابل الكبير والذي استنارت به مدينة بابل الأثرية، واستقطبت الكثير من الفرق العربية والعالمية، ولمع اسم العراق فنيا في جميع أنحاء العالم، وزادت المعاهد الموسيقية منها معهد الدراسات الموسيقية الذي كان اسمه معهد الدراسات النغمية وبيت المقام العراقي، وأدخلت الآلات التراثية ودراساتها في هذا المعهد وفي مدرسة الموسيقى والباليه. توفي منير بشير في 28 من أيلول عام 1997 على أثر نوبة قلبية قبيل رحلة فنية له للمكسيك. قام اتحاد الشعراء الشعبيين في محافظة كربلاء وبالتعاون مع قصر الثقافة والفنون في المحافظة،
أمسية خاصة للشاعر موفق محمد، قدم فيها جانبا من حياته الثقافية والشعرية وقرأ عددا من قصائده. لنشاهد. أقام اتحاد الشعراء الشعبيين في محافظة كربلاء المقدسة وبالتعاون مع قصر الثقافة والفنون في المحافظة أمسية شعرية للشاعر العراقي المبدع موفق محمد لاستعراض موجز لسيرة حياته الشعرية باعتباره هوية الثقافة العراقية المعاصرة. أمسية اليوم كانت نواة ثقافية إن شاء الله يكون لها دورها بالمرحلة القادمة. كان حضور المتواجدين بقاعة البيت الثقافي اللي حضروا الأمسية، استمعنا اليوم إلى قصائد إنسانية رائعة من قبل الشاعر موفق محمد، وأيضا حاول الشاعر موفق محمد من خلال قصائده أن تكون هناك دعوات للسياسيين، دعوات حتى للناس البسطاء أن يكون الاهتمام بالفترة القادمة اهتمام ثقافي بعيدا عن التنحرات السياسية. يتنفس بشفته الورد والنجم غافب رمشة، هد حيل يموتك يا حلم، يبس الطير بعشة، إن كان مت بلا قبر آني قبر يتمشى، بل شن تفز رواحتك يوم وتطير الوحشة، والقاك أقفلك بالرحم وطيهم إذن الطرشة. أنا أجد بأن من الضروري الاطلاع على هكذا أسماء لأنها تشكل ثقافة البلد وهوية الثقافة العراقية. مدينة كربلاء مدينة زاخرة بالأسماء الثقافية الرائعة، وأيضا لها منابر ثقافية متعددة، لذلك وجدنا بأن هذا الجمهور الرائع وهذه الطاقات الجميلة التي حضرت آزرت هذا الفعل الثقافي. وألقى الشاعر موفق محمد خلال هذه الأمسية العديد من القصائد الجميلة التي نظمها في فترات سابقة، لاقت إعجاب واستحسان الحاضرين من الأدباء والمثقفين من أبناء المحافظة. حطني على صدرك خلك أرضع من حليب الغيم عاداتك ونيجي زفة بلابل، تغرد على التين فدوة التين دومة التين عايل، ورد أغني الروح طير، ورد أغني الروح طير وشاش لجناح المناجل، ورد أغني الروح طير وشاش لجناح المناجل، ويا مطر بوس عليك يا فق قلبي قال حساب كل البوس واصل، يا من لعبت به شكيرة ما ألطف هذه الشكائر، ما كنتوش شفتك لو عسل غافي، ما كنتوش شفتك لو عسل غافي، وانا من الهزة ذوب وطاح نجتافي، تعال انطيني بوسة ونشرب الصافي وخلت كل الدول تزعل علي. أمسية رائعة جدا بحضور الأخوة الشعراء والأساتذة، وكان ممزوجة بالشعبي والفصيح ما استهوى كل من الذائقة الشعبية والذائقة الفصيح للاستماع بانصات تام لهذا الشاعر العملاق، وكانت أمسية رائعة جدا. الشاعر موفق محمد من مواليد محافظة بابل، وهو قامة كبرى من قامات الشعر العراقي، والذي عبر عن سعادته لإقامة هذه الاحتفالية بعد مسيرة إبداع تجاوزت 50 عاما. ما تبقى لنا من كل هذه المسيرة الدامية على مدى نصف قرن من العذاب، من السكن في تنور متعدد مثل ما يقول المواقد، مرة يشجروا عليك حطب، مرة يشجروا عليك غاز، مرة يشجروا عليك نفط، وأنت ترفل في جهنم، بس ما يطفئ كل هذا الظمأ القاتل هو محبة الجمهور وتلقي الناس للقصيدة، لأننا بحاجة إلى المحبة، بحاجة إلى الأخاء. شاكيرة بهذا الاسم يدعو الطير أنساه، والوردة عطرها، والأم وليدها، والنهر أمواجه، والأشجار ثمارها، والفقراء المنكوبون وهم يتقاسمون رحمتك مسكينا ويتيما وأسيرا، فشكرا يا شاكيرة، فأنت الأسد والغابة، وخصرك يهدر باللغات كلها، فتفور الغيوم، والخمرة تبرق في قدميك، فتفور الغيوم بحليب السباع، وتمطر وأشرب، وأراني غافيا تحت شجرة شاكيرة بعيدا عن الجبابرة المتهارشين، والعراق
بشعبه وسمائه يهرس تحت أظلافهم وهم ينظرون إليه من وراء خشومهم، والتوابيت اندلت الدرب فهي تسير وحيدة إلى قبورها. شهدت مؤخرا العاصمة الأردنية عمان إقامة معرضين تشكيليين، الأول للفنانة التشكيلية عشتار جميل حمودي ووالدها، والثاني للفنان الدكتور عبد المرسل الزيدي، بحضور جمع من التشكيليين والمتابعين للتشكيل والرسم. واحتوى المعرضان على أعمال ولوحات للرسم بمختلف الموضوعات والاتجاهات، وكان للون أثره المتميز في خصوصية العرض. لنشاهد تقريرين منفصلين عن المعرضين. يرمز أولا انتمائي لوالدي ولأستاذي، ويرمز الحب العميق اللي كان عنده والدي لبلده وارتباطي لبلدي العراق، وهذا موجود بلوحاتنا، هو بالمواضيع وبالخط، لأن هو أول اللي دخل الخط العربي في اللوحة والنحت، وأنا رمزته في المواضيع النخلة بالذات والمرأة. هذا المعرض أيضا يشكل فرصة جميلة بالنسبة للمهتمين والنقاد والفنانين والمتلقين بشكل عام لمشاهدة تجربة هذا الفنان الرائد التي كانت مسيرته ثرية وغنية، سواء من حيث الأساليب والاتجاهات، وتمثلت هذه التجربة من خلال هذا المعرض ب 45 لوحة فنية. أما بالنسبة للفنانة عشتار التي قدمت ما يقارب 15 عملا فنيا، فهي أعمال أيضا مستقاة من الواقع العراقي، وركزت في لوحاتها على ثيمة محددة وهي النخلة، وربطت هذه النخلة بالأرض وكذلك بالمعمار والإنسان. تبقى هي الحقيقة إلها الآن أسلوبها الخاص، يعني خارج، يعني خارج إطار أسلوب والدها، لكن تبقى تأثيراتها يعني لا يمكن إزاحتها، هذه التأثيرات تبقى بين حين وآخر تظهر حتى لو كانت يعني بشكل بسيط وطفيف. We'll be right back.
شيء من أفياء التراث، أي مفردة التراث توظف في لوحة كي تبقى ديمومتها معلقة على جدراننا وفي نفوسنا. حقيقة آثرتنا أخذ هذه الفقرات من تراثنا العراقي والعربي والإسلامي وأوظفها كدلالة لروح التسامح والأفق البعيد واللون الجميل الدقيق. ففكرة هذا المعرض عكس معارضي السابقة أو ما يماثلها، فكنت أرسم طبيعة، أرسم أفكار. هذا المعرض متخصص بهذا المجال، واللي قبله كان تحت أفياء القبب الذهبية، أخذت فقط القبب الذهبية في معمارية الفن المعماري العراقي. حقيقة شاهدت اليوم حقيقة الذي لم أتوقعه، حيث أن الدكتور عبد المرسل الزيدي هو فنان مسرحي وليس فنان تشكيلي، وعندما أتيت حقيقة كنت أتوقع أن هناك بعض الصور ذات الفنون التشكيلية المختلفة، ولكن شاهدت أن هذا المعرض هو معرض ذو طابع إسلامي متخصص لفنان حقيقة متخصص في الفن التشكيلي. لذلك حقيقة هذا هو الفنان العراقي، هذا هو المبدع العراقي، هذا هو الأكاديمي العراقي. عندما يكون لديه تخصص معين نجد أن الثقافات الأخرى تدعم ذلك التخصص. فلذلك حقيقة هذا الشخصية البديعة الدكتور عبد المرسل الزيدي اليوم قد أبدع في هذا الرسم أو الفن التشكيلي الطابع الإسلامي. ترى هذا العدد الكبير اليوم من رجال الأعمال، الفنانين، الشعراء، المسرحيين العراقيين وأبناء الجالية بشكل عام، عدد كبير وهائل حضروا هذا المعرض تعبير عن رسالة واحدة، وهو التضامن مع الفنانين، مع الشعراء، مع الأدباء، مع العراقيين بشكل عام في ظل هذه الظروف الصعبة والهجمة الإرهابية الشرسة على بلدنا. والله أنا هاي أول مرة أحضر لمعرض، يعني سمعت من معارفي وأصدقائي قالوا لي فوتج، بس صدق يعني كان فاتني لو ما جاية. شنو الإحساس اللي حسيتي شفت هذه اللوحة؟ أنا ببغداد بس.
آثار العالم، شواهد حية تحدثنا عن حضارة وحياة وعمران بشري شاخص لكل جيل مهما تقادم الزمن. ومن آثار العالم المدن التاريخية ذات الطرز المعمارية الجميلة مثل مدينة ريو دي جانيرو في البرازيل. هذه المدينة التي تتجدد بالإضافات المعمارية والصيانة المستمرة لكل صرح ومبنى يزخر بالفن والجمال. لنشاهد. هي ثاني مدن البرازيل وثالث حواضر أمريكا الجنوبية بعد ساو باولو. تأسست في عام 1565 ميلادية وتعتبر من أجمل مدن العالم من قبل الكثيرين من الجغرافيين. تبلغ مساحتها 1260 كيلومتر مربع وتعداد نفوسها نحو 13,782,000 نسمة. كانت المدينة العاصمة السابقة للبرازيل وتطل على أجمل الشواطئ مثل شواطئ ليبلون وشاطئ إيبانيما، وفيها مناطق زاهرة بالفن والجمال مثل ريو دي جانيرو وهو تمثال السيد المسيح الذي يطل على مناظر خلابة. وتحيط المدينة جبال بمناظر رائعة وأسواق تجارية من أفضل مواقع التسوق، كما تشتهر المدينة بالكرنفالات المتواصلة والمناسبات المختلفة. شهدت بلدة ريو دي جانيرو اتساعا كبيرا في السياحة في السنوات الماضية، حيث شهد الاقتصاد السياحي في البرازيل نهضة كبيرة جدا بسبب معالم ريو دي جانيرو الرائعة. وقد اختارتها اللجنة الأولمبية لاستضافة أولمبياد 2016. وريو دي جانيرو مدينة مزدحمة بالسكان، ولكن على الرغم من الازدحام فإن العديد من سكان المدينة يعتبرون ريو أفضل مكان للعيش في البرازيل، ويستمتع السكان على وجه الخصوص بشواطئ ريو المشمسة وملاهيها الليلية ومهرجاناتها النابضة بالحيوية. ويعتقد المؤرخون أن المكتشف البرتغالي جون كالو كولهو سمى الخليج باسم الشهر الذي وصل فيه عام 1503 ميلادية، ويعتقد بأن الخليج مصب لنهر عظيم. وكان عدد سكان ريوز يزيد على نصف مليون نسمة عام 1890 ميلادية. وفي أوائل القرن العشرين أصبحت ريو مدينة عصرية ذات شوارع فسيحة ومباني حديثة، وانتقل الملايين من الريف إلى المدينة خلال أوائل أو أواسط القرن العشرين، وتم إنشاء الآلاف من المباني التي تضم شققا سكنية لتوفير السكن للعدد المتزايد من السكان. غير أن العديد من الوافدين الجدد لم يستطيعوا تحمل نفقات تأجير الشقق واضطروا للعيش في أكواخ خشبية. وخلال الستينيات والسبعينيات من القرن العشرين شيدت الحكومة الفيدرالية عددا من المشروعات الإسكانية في ريو لصالح السكان من ذوي الدخول المنخفضة. حلت برازيليا محل ريو عاصمة فيدرالية في عام 1960 ميلادية، وانتقلت الحكومة الفيدرالية إلى هناك في الستينيات والسبعينيات من القرن العشرين. في شناشيل من هذه الشرفة يطل علينا أحد الشعراء بقصيدة من قصائده التي نختارها لكم من ديوان الشعر العربي الحديث. وقد اخترنا قصيدة إدريس والهدهد للشاعر عبد المنعم حمندي. تذكر كنا نزرع آمالا من آس، نشترح الصبح، نزيح غبار الليل، ونغسله بالفضة والماس وحب الناس، نحصد منه الوسواس وسوء الظن ورجس الشيطان الخناس. أم تذكر تلك الأحلام العجفاء كوابيس، تحمل ظلمتنا، تغرقنا بمياه الضحضاح، وكان المنقذ إبليس، وكان المنقذ إبليس، كيف تغذ الأفلاك وأنت الكاهن والإدريس، كلانا يبحث عن هدهده والهدهد وهم فينا لا زال يفتش عن بلقيس.
شهدت محافظة بابل عرض مسرحية اللوح الثاني عشر الحاصلة على المركز الأول في العراق وأربع جوائز في مهرجان ينابيع الشهادة. وتوظف المسرحية التاريخ القديم في رؤية معاصرة لمواجهة عناصر الشر، وهي من إخراج خالد علوان. لنتابع. خطاب معاصر ينفتح على استلهام الشخوص التاريخية ويتفاعل معها، هكذا كانت مسرحية اللوح الثاني عشر والفائزة بأربع جوائز في مهرجان ينابيع الشهادة الذي أقيم مؤخرا في بابل، إذ تناولت المسرحية مجموعة من الأحداث التاريخية ومزجها بالواقع الحالي لتحاكي العقل البشري وتكون خير دليل على ما يحدث اليوم. إنها تظهر قيمة الخير مقابل قيمة الشر الذي كان وما يزال هو الأساس في عمل الخيرين. إن مسرحية اللوح الثاني عشر هي مسرحية تتحدث عن قيم الشر البادئة حتى قبل التاريخ منذ زمن جلجامش مرورا إلى وقتنا هذا، في وكذلك وهذا ما نراه الآن ما يفعله جماعة داعش على هذا المستوى. وأضاف المخرج الأستاذ خالد علوان إضافات إخراجية جميلة عندما جعل تلك الفريمة وتلك اللوحة ساعة تصبح سجن لجلجامش ومرة تكون صليبا للمسيح وأخرى تكون هي حرائق تستخدم في هذا البلد. ذكاء المؤلف كان دقيق جدا عندما جعل عناصر الشر مستمرة مع الأنبياء ومع الأولياء ومع جلجامش. الحمد لله جمع العمل بين الحداثة وبين الأصالة وبين التاريخ بين الشخصيات التاريخية وأسقاطاتها على الواقع. دموعي ربما هي دموع، ربما يستطيع الإنسان حبس دموعه، لكنه لا يستطيع منعها من الانهمار في داخلها. دموعي ليس لها دخل بما تفعله يداي، أليس هذا أقصى ما يمكن أن يفعله الإنسان؟ أي يكتشف نفسه، أي يفصل بين عاطفته ودموعه وبشريته. شخوصا عديدة من جلجامش وأنبياء الله إبراهيم وعيسى عليهم السلام كانت محاور للعمل وأثارت حوارا فكريا بين هذه الشخصيات وتناولهم مع الشر في حقبهم التاريخية وما توارثه أتباعهم مصولا بما يحصل اليوم من مسميات مختلفة وبفعل واحد هو الإرهاب. اليوم اللوحة 12 على مسرح ميسان، هناك ضخ مسرحي قائم هذه الفترة في ميسان، هناك ثقافة ممتدة بأسلوب مسرح حداثة ومن خلال لوحة 12 إخراج خالد علوان وتأليف أحمد العبيدي، عمل حداثوي ممزوج وأيضا تاريخي تناول العديد من التفاصيل وأيضا بأسلوب فلسفي هام، طرح مواضيع اجتماعية أيضا، كان عمل تربوي بالإضافة إلى هذا جمهور نخبوي، جمهور جيد العرض يومين اليوم وغدا. شاركنا بهذا العمل اللوحة 12 في مهرجان ينابيع الشهادة القطري اللي أقيم في محافظة الحلة قبل أسبوعين تقريبا، والحمد لله حصلت على جائزة أفضل ممثلة من قبل لجنة التحكيم، تقييم لجنة التحكيم لهذا العمل، وإن شاء الله الموفقية لكل كادر العمل. سجلت المسرحية لنفسها نقلة نوعية في التعاطي مع الأحداث التاريخية واستحضار حقب مختلفة إلى واقعنا الحالي، كما شكل العمل تكاملا من حيث الإضاءة والمؤثرات الصوتية واستخدام الأدوات التي جعلت من العمل لوحة فنية مميزة
حصلت على أفضل ممثل وأفضل ممثلة وأفضل نص مسرحي، وكذلك حاز على الصدارة كأفضل عمل متكامل. أقامت جمعية المترجمين في منطقة الفرات الأوسط دورة لتطوير إمكانات الإعلاميين وقدراتهم في ترجمة اللغة الإنجليزية في محافظة الديوانية، لكونها أداة أساسية في عمل عالم الإعلاميين والصحفيين. وحاضر في الدورة متخصصون وإعلاميون وتدريسيون بمشاركة جمع من العاملين في الصحافة والإعلام. لنتابع. بغية تطوير الواقع الإعلامي الشبابي في محافظة الديوانية وإمكانية التواصل مع الصحافة العالمية، أقامت جمعية مترجمي الفرات الأوسط دورة تدريبية في اللغة الإنجليزية وبمشاركة أكثر من 30 صحفياً وصحفية. تطويرية لعدد من الإعلاميين والإعلاميات الشابات حول استخدام اللغة الإنجليزية في المجال الإعلامي. تضمنت الدورة كيفية كتابة الخبر باللغة الإنجليزية وتحليل الواقع الإعلامي الغربي وكيفية تناوله للمواضيع فيما يخص المجتمع الإسلامي بشكل عام. فيها المحاضر مختلف أنواع المدارس الإعلامية الغربية. شارك في الدورة عدد من الشابات والشباب الإعلاميين الذين يمارسون العمل الإعلامي في وسائل إعلام محلية. احنا كانت لنا تجارب سابقة مع الإخوان الإعلاميين وأقمنا دورات خاصة بالمصطلحات الإعلامية واللغة الإنجليزية، ونتناول معظم الأحداث العالمية والصحفية ومعظم ما يدور في العالم الآن والمصطلحات الإعلامية المهمة، ونتحدث وتحدثنا فعلاً يعني عن الإعلام الغربي بشكل عام وطريقة عرض الإعلام الغربي للمعلومة وكيف يحصل على المعلومة. المشاركون أكدوا على أهمية تطوير جانب اللغة الإنجليزية لدى الصحفي من أجل مواكبة العالم الخارجي وتبيان الحقائق لهم بصورة مباشرة. أصبح اللغة الإنجليزية وتعلم اللغة الإنجليزية من الضرورات التي يمكن للصحفي أو يحتاجها الصحفي في الحياة اليومية من خلال سفره، من خلال التنقل. فاليوم حضرنا هذه الندوة التي تقيمها جمعية مترجمي الفرات الأوسط بالتعاون مع شؤون المرأة في محافظة الديوانية. هذه الدورة تهدف إلى تعلم الأساسيات الإعلامية للإعلاميين في اللغة الإنجليزية. العراق طبعا اليوم محط أنظار العالم، بما أن العراق يواجه بما يسموه بعض السياسيين حرب عالمية ثالثة. إذن العراقيين، الصحافة العراقية لازم يحاولون يتعلمون اللغة، اللغة الإنجليزية وغيرها من اللغات والمصطلحات الإنجليزية حتى يوصلون الفكرة الحقيقية إلى العالم. صحفيين وإعلاميين لازم نتطابق على هيك مواضيع، هيك لغات، حتى نقدر نتحدث اللغات العالم، نقدر نطلع خارج، نقدر نطرق لعدة مواضيع بالعالم، نقل أخبار العراق من الخارج ومن الداخل. تطوير الواقع الإعلامي وارتباطه بالعالم الخارجي يحتم على المؤسسات الإعلامية تطوير كوادرها والعمل جاهدا على التميز والإبداع. للمكتبات في المحافظات العراقية تاريخ وفضل ملحوظ على أبنائها، ولذا زارت مجلة الرشيد المكتبة المركزية في محافظة الديوانية لنتعرف على محتوياتها ونفائس الكتب فيها. تعالوا معنا لنشاهد. تعتبر المكتبة المركزية في محافظة الديوانية من الأماكن الثقافية التي يرتادها القراء والمثقفين وطلاب العلم، لما تحمل في أروقتها من كتب منوعة ذات عناوين مختلفة وفي كل المجالات، إضافة إلى كتب قديمة تعود لمئات السنين. تحتوي المكتبة المركزية العامة في الديوانية على 28,000 أكثر من 28,000 كتاب. تعود هذه الكتب إلى عناوين مختلفة في الأدب والمعارف العامة وعلم النفس والاقتصاد والسياسة والجغرافيا والتاريخ والفنون، وهذه توجد عندنا كتب أكثر تعود عمرها إلى أكثر من 200 سنة. أكثر الإقبال اللي يصير عندنا على العلوم الإنسانية اللي هي الأدب، التاريخ، الدين، يعني اللغة العربية أكثر شيء. يعني عندنا رواج بالاختصاصات العلمية بس الأكثر على العلوم الإنسانية.
عندنا مصادر يعني وكتب جديدة وقوية، وعندنا كتب لا قديمة، ويعني ما نعطيها استعارة لأي يعني لأي واحد يجي أو لأي مطالع باعتبارها كتب تعبانة. أهمية تطويرها وجعلها صرحا ثقافيا يليق بما فيها من كنوز جعل روادها يطالبون بزيادة اهتمام الجهات المعنية بها ورفضها بكل ما هو متطور وجديد لتكون الطريق الصحيح لمواكبة الحداثة، خصوصا أنه في عصر انفتاح الثقافي والفكري وأهمية الكتاب. هو مع ذلك لابد من تفعيل دور المكتبات المركزية باعتبارها الصروح الثقافية وبنج المعلومات الذي يعود إليه المثقف والباحث والقارئ للتزود بالمعرفة وطلب الثقافات المتنوعة. هنا المكتبة المركزية تعاني من شبه إهمال، قصور في المكان، قصور في العناية، قصور في تزويد مصادر الكتب وأمهات الكتب. تحتاج إلى الكثير، تحتاج إلى ترميم، تحتاج إلى قاعات انترنت، قاعات حاسبات، والأهم من ذلك تحتاج إلى أنشطة ثقافية يعني تنطي الصورة الحقيقية للمكتبة المركزية ولكونها واجهة ثقافية، واجهة فكرية معلمية صح التعبير لهذا الديوانية. مثل هكذا صروحا ثقافية عامة تكون مصدرا لنشر الثقافة في المجتمع تحتاج إلى وقفة جادة لتكون الطريق الصحيح لرفض العقول بالعلم والمعرفة. هدية العدد، ما هي هدية العدد في هذا الأسبوع؟ ربما فكرة جديدة أو مفاجأة لا أعرف، ولكن ستكون جميلة حتما، لنشاهد.
أعزائي المشاهدين، بعد أن تصفحنا مجلة الرشيد بأبوابها المتنوعة لا نقول وداعا، وإنما دائما نلتقي مع كل جديد في عالم الأدب والفن والثقافة. نلتقيكم الأسبوع القادم، طابت أيامكم.